نمر المسألة أخرى. بعد أسبوع من إعادة النفايات الإيطالية إلى مصدرها، يؤكد نائب بالبرلمان المجندة أعماله مجدي الكرباعي والقيادي في التيار الديمقراطي أنه اتصل بنائبة محلية بالمجلس النيابي بمنطقة كامبانيا من أجل الاستفسار حول عدة مسائل، لكن على ما يبدو أنه ثم جديد، اللي فما نوع من المفاجأة في الملف هذا. خلينا نفهمه أكثر من مجدي الكرباعي. مساء النور، أهلا وسهلا بك. مرحبا بكم، مرحبا بالسادة المشاهدين والمشاهدات. وكأني بتونس ستتحمل أو ستدفع فاتورة ما مجدي الكرباعي في علاقة بهذا الملف؟ هذا هو، انا خاطر حبيت نفهم يعني العمليه، لانه كما شفنا وكما عودتنا يعني الدوله التونسيه وخلينا نقول المسؤولين في دائما الغموض وعدم يعني الشفافيه في اعطاء المعلومه، الى اني معناها ما بحكم اللي كونه في تونس ما تجيش المعلومه، دونك لهنا حاولت اني نبحث عليها في ايطاليا، وكنت في اتصال بالنائبه المحليه هذه اللي تبعت معايا الملف كذلك اللي هي في منطقه كامبانيا، وحاولنا انه نساله سؤال شفاهي للسيد المسؤول في منطقه كامبانيا، واللي جاوب اليوم على الاسئله هذه، ومنها سؤال كلفه الحاويات وبقاء الحاويات على رصيف في سوسه من سيتكاسل بها، فاجاب يعني قال باللي كون هذاك شان تونسي، يعني تونس هي تتكفل بذلك، احنا تكفلنا فقط بارجاع النفايات من ميناء سوسه الى ميناء ساليرنو، وكلفه كانت يعني 180 الف اورو، وكل ما سيترتب على يعني تخلص من النفايات او معناها فهمت معالجتها هذاك معناها باش يكون في ايطاليا، وبالطبيعه ايطاليا باش تكفل به، بينما بقى الحاويات من شهر جويليه يعني تقريبا 2020 الى غايه معناها 17 فيفري يعني يوم قامت يعني فهمتي الشركه التركيه برفع الحاويات، كل الايام هذيك ستتكفل بها الدوله التونسيه، ومع العلم انه كلفه بقاء الحاويات يعني على الرصيف هي تقريبا 26 الف اورو. هذا هي معناها المعلومه. ثم معلومه اخرى تفيد بانه كونه كانت هناك يعني كذلك نقاط عده في ما يسمى اتفاقيه بين تونس وايطاليا في ارجاع النفايات، ومنها ملف الهجره. اليوم احنا نحب نعرف شنو هي اعطت معناها تونس في خاصه في الملف هذايا. هذا ما خلاني اني في تنسيق مع نواب بالبرلمان الايطالي، وبس يقع مساءله وزير الخارجيه الايطالي بحكم اللي كان في تونس، وحسب المسؤولين في تونس وحسب ما يقال انه يعني الاتفاق صار بينهم بين تونس وايطاليا بعد زياره وزير الخارجيه الايطالي. مجدي كرباعي، عندك فكره على تكلفه مكوث الحاويات هذه في ميناء سوسه، واحنا نحكيه تقريبا اكثر من سنه، على الاقل تكلفه اليوميه، عندك فكره عليها المبلغ المالي؟ انا ما عنديش فكره، لكن ثم سمعنا اللي كان المتصرف الفضائي حتى شيء ما يقابل يعني 6 مليون دينار، يعني حتى شيك ل تقريبا 6 مليون دينار. تونس يعني الظاهر انها دفعت معناها او مش دفعت التكلفه هذيك، وانتظار انها يقع معناها التعويض او ما يقع معناها فهمتي بعد تروح مثلا تمشي الى التقاضي مع منطقه كامبانيا، فهمت؟ هذه معناها معطيات كامله الى اليوم ما نعرفوش نجهلوها في ظل التعتيم وفي ظل الغياب التام، لانه اليوم مش معناها ليس وزير الخارجيه او وزير البيئه راهي باش تدفع الفلوس هذيك من كاستها، باش تدفع من فلوس من فلوس الشعب التونسي، من ضرائب الشعب التونسي، ولهذا السبب نحن نحب نعرفوا حقيقه معناها الاتفاق هذايا، ومن سيدفع فعليا تكلفه بقاء الحاويات في ميناء سوسه من 26 من يوم من جويليه 2020 الى غايه فيفري 2022. شكرا لك مجدي الكرباعي القيادي في التيار الديمقراطي، شكرا على كل هذه التوضيحات.